مرحبا، معكم سوها من سوهاز ديشز. وصفة اليوم طريقة تحضير سمك مشوي بالفرن بتتبيلة سهلة وبسيطة، مكوناتها متوفرة بكل بيت. ممكن استخدم التتبيلة نفسها لفيليه السمك، لأي نوع من أنواع السمك أو السمك الكاملة. أتمنى تشتركوا بقناة سوهاز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز، تابعوني على انستغرام. خلينا هلأ نشوف المكونات وطريقة التحضير. حضرت كل المكونات اللي بحتاجها لهالوصفة. عندي 3 فروخة من السمك سمكة كاملة، عندي كليان سمك، يعني 3 فروخة وزنهم 2 كيلو، حوالي 4 باوند. نوع السمك الموجود هون هو سي باس، بالانجليزي هالنوع من السمك اسمه سي باس. فينا نستخدم اي نوع، مش ملزمين تستخدموا نوع محدد من السمك. المتوفر لكم واللي انتو بتفضلوه تقدروا تستخدموه. هالوصفة هي عبارة عن 2 كيلو من السمك، ممكن يكونوا 3 فروخة، ممكن 4، حسب ما هو متوفر لنا. عندي هون 3 فروخة كبار، قسمت الفرخ بالنص، يعني كل سمكة قطعتها بالنص، وعملت فتحات بجلد السمكة حتى التتبيلة تنزل على اللحم. رشيت ملح على كل الجهات، ملعقة كبيرة ملعقة طعام من الملح. كمية الملح بتتوقف على ذوقكم انتو، حسب ما بتحبوا الكمية بتزيدوا الملح. رشيت الملح على كل الجهات من الداخل ومن الخارج. صار السمك عندي جاهز، تركتهم بالبراد شي ساعتين حتى الملح يتشرب بلحم السمك. شلتهم من البراد، تركتهم على الطاولة تقريبا نص ساعة حتى ما يعودوا باردين كتير، حتى وقت بدي ادخلهم على الفرن تكون خفت السقوعة والبرودة منهم. هلأ التتبيلة اللي رح احتاجها لها السمك. عندي هون نص كوب من زيت الزيتون، نص كوب من عصير الليمون الحامض، ربع كوب من الكزبرة الخضراء مفرومة فرم ناعم، 3 حصوص ثوم مهروسين مع ملعقة صغيرة ملح. البهارات بسيطة، ملعقة صغيرة كمون، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بابريكا، وربع ملعقة صغيرة كركم عقدة صفرة. هيدي هي كل المكونات اللي بحتاجها بهالوصفة، بتلاقوهم مكتوبين بصندوق الوصف بالعربي وبالانجليزي بكل التفاصيل. بتمنى تطلعوا عليهم قبل تحضير الوصفة. هلأ رح اخلط مكونات التتبيلة كلها مع بعض، وبعدين نزلهم على السمك الموجود بالصينية. بالمجرين كاب هون حطيت الحامض وزيت الزيتون، رح اضيف كمية الكزبرة المفرومة، فرمتهم فرم ناعم، الثوم المهروس والبهارات. ما في عندي ملح هون لانه بالثوم في ملح، وانا رشيت كميه كافيه من الملح على السمك. السمك مثل ما كلنا بنعرف بحاجه لملح كامل حتى يطلع طيب، الا اذا انتم مش حابين تزيدوا كميه منيحه من الملح بتخففوا الكميه. هيدي هي التتبيلة، بخلطها كتير منيح مع بعضها، ريحتها بتشهي، رح تعطيني نكهة كتير طيبة بالسمك. هلأ بنزل التتبيلة على السمك، بجرب انه على كل الميلات والجهات من قلب السمك ومن الخارج. وهيك شكل السمك بعد ما افركهم بالتتبيلة من كل الميلات. دخلت على قلب السمك وعلى كل الجهات هالتتبيلة الطيبة الشهية. بلشنا نشوف انه هالوصفة رح تطلع كتير طيبة من خلال منظرها، من خلال هالمكونات اللي استعملتها. وهيك السمك صار جاهز لندخله على الفرن. بعد ما شيل ايدي من السمك بولع الفرن، بترك الفرن يحمى 10 دقايق
ورأساً بدخل الصينية على فرن حامي حرارة بين 350 وال 400 حسب الفرن على الرف الوسط. إذا الفرن عنا بطيء نخبزهم على 400، إذا الفرن بيحمى كتير على 350 رح حطهم على الرف الوسط. نشوف قديش رح ياخدوا وقت، بس شيلهم من الفرن نعرف الوقت اللي قعدوا فيه بالفرن وقديش بحاجة حتى يستوي. الفرن عندي هلأ حامي، رح دخل صينية السمك على الفرن من دون ما غطيها. ملاحظة كتير مهمة انه مش رح غطي السمك، في ناس بيحبوا يغطوا السمك، انا بحب اتركه مكشوف، هيك بيصير مشوي ما بيعود مبين كأنه مسلوق. اذا منغطيه بيبين السمك كأنه مسلوق سلق، فاذا دخله هلأ مكشوف على الفرن. الفرن عندي بيولع بس من تحت، وبس يستوي السمك بتأكد انه استوى وهيك بشيله وبصير جاهز للتقديم. وهيك السمك نقلته على طبق التقديم، بقيوا بالفرن عندي على حرارة 350 حوالي 40 لل 45 دقيقة. ممكن نخليهم بنفس الصينية ونقدمهم، وممكن نختار جاط أو طبق للتقديم. وهيدي المكونات اللي بقيت بأرض الصينية، كمان رح زيدها عليهم، كل النكهة والطعم موجودة فيهم. هلأ رح زين شوي بالحامض والكزبرة الخضراء. وهيك السمك صار جاهز للتقديم. شفتوا الطريقة قديش سهلة والمكونات بسيطة، كتير طيبة. التبولة أو الفتوش جنب السمك من أهم الأطباق الجانبية، البطاطا المقلية والتراتور يعني الطحينية. كل هالوصفات موجودة عندي على القناة، على قناة سهز ديشز. بتقدروا تختاروا أي طبق جانبي أنتوا بتفضلوه. كمان كتير طيبة أصناف الرز، الرز المطبوخ جنب السمك. عندي وصفات عديدة للرز المطبوخ حسب ما انتو بتفضلوا بتقدموا جنب السمك. وصفة طيبة وشهية وسهلة التحضير وما بتاخد معنا وقت ابدا. منظرها بيحكي عنها. شفتوا معي طريقة تحضير سمك مشوي بالفرن. بتمنى تجربوا وصفتي وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوا تشتركوا بقناة سهز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهز ديشز، تابعوني على انستغرام. بليز سبسكرايب لايك اند شير. ثانك يو فيري ماتش، سي يو نيكست تايم.